صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما رأي سماحتكم في تسمية الزلازل والبراكين وغيرها من أنواع العذاب بالحوادث الطبيعية؟ لا يجوز هذا، كوارث الطبيعية يقولون، ينسبونها للطبيعة. هذا مثل وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم، ما يتعظون بذلك ويقولون هذا من الله وعقوبة من الله، تذكير للعباد. بل إنهم لما حصل ما حصل من الزلزال الهائل اللي ايش يسمونه اللي هاج على الناس، تسونامي، لما تكلم أحد المشايخ على تذكير بذلك والموعظة سخروا منه واستهزأوا به الجرائد والصحف، وقالوا هذا مغفل، هذا هذه أمور طبيعية، يقولون هذه أمور طبيعية ما هي بتدل على غضب الله ولا على عذاب من الله، ليست عذابا من الله، إنما هي طبيعية. هذا قول الكفار سواء. نعم.